بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تو عانو وناك سندي لهانتين بضاوة ضيال كسر دو هذا برنامج كني نبك هذا القضب كني أي نكو إيجي دونو مدحوينها الصومالي حسن الشيخ محمود أي عسى هذا جو جوابي رئيس الوزراء هذا الكيتو بيعبي أحمد هذا بمحوك هذاي أما وجوابتي سو أي سلك كو هاي سي قضب كنا أي نكو فرانقين دونو حالنا أي قفر ديا كم عقلت أوروري تمان كدقيقة سو هذا هذي ورب قدره إلى فرانقين دونو قضب كان كم سرو ما شاء الله روح مدحوينها الصومالي حسن الشيخ محمود ما أنت سي عضك بوجو جوابي رئيس الوزراء بي أحمد مولعي بالقارميها ماي مولع كمون قط بضين ما برلمان كل تجي بحياة جوابت بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بمدة الصوماليات مال كستة وأشوك تحلى سلام الله عليكم إن هاد مدة هدا حرمي برلمان هذا إلا إسكت أجه توري تبي الصومالي أول هري أبي بأمارد أنت بدل حرمت برلمان في توبية كسر يا حتوري جري الصومالية هلق كسر على مساجد ما قال ها هلق كسر على علي جري كني سنة إحنا مراه قال لقى ما بأخذ بيان مراه وأقول له حوي والله هذا ها هذا رم بأخذ حشرة حسن شيخنا بحول لسه بجري جمعها ما ولا عمرك وقال أبو موقته هالكاس يقول أبو توري جري جمعيه بقسمي وايمر ها هي على أي حال ما ندوي توكي أبي أحمد هذلي وكي يعني وحبضا كشيكي قابكي يعني سقي موسى أي بلوغي سنة كان سافقرتك كوجارين وكي كدوري إن أي دلالك يعني برجع أفريقيا دكده هلأ إن يوجد بستين واحد إلى هذو يعني دلب أي دكده كوجار هي بده كوجار يعني عدة كلية كسر شواب تبيه وحين قط السومالي لا دي السومالي لان دلب ما هاينة دلب كله وجود بيه محوها تاسيا هتبرك ورا إن لسوي ديو دلال بيه موكت هذا نحن نقوله دل كسومالي لا عرب كيس واقول عواي هو أودي واي أوس هو حكلية يعني عدة كلية كسر شواب تي سومالي لا بين ما حدل ككلية كسر شواب عدة بو أليكسن أريجع أوكي وكيد دولة الصومالية كو إيديي إنا لما يرايسان يسال العق الباب والباء إقراع يسو بيسا كو ديويسو محانكو إلا هذا يتوبيا كو دعوين يسو أنا واحد لقد دعوين ينقرام واي قفكو وحو راهين هدو اسمو دو بلاي أدو الموقت برضا يتوبيا دعوة دي مقبطة سؤالها ما أغرطة هايدن لو يديو يكوها بونان لحايد وحو كلا يهي وانا دعوين يا دعوت الذين العقبة اللي جوب حينا يا سيدا أنا صومالي يا ليسا وحن لا يهيبوا لمركز صومالي يا وحد سميسان العجاهن أذن جود دعوين إنسان دريق يركض لستا وحمر ضد كيدين كله جاي أما ويران سكول أما عافمة وحنكو سمية أكيد بعشان أذن جود دعوين إنسان أنا جينا سين دعوين يمكن يدي بقص يفر فر العيان نجا جب حية بلوه تلا دعوين دعوين حوا ير ماركت يسكر هي مكت وحواكيك هلا أذو محاكو صهرة حسن شيخ محمود ما أنت يسوونه ميكروفون كقفصلي ما يقبل السوق هذا يا ميشن حل يا ما يقبل السوق حسن شيخ محمود وحاول سوينه كسر شيء كي مرحلة ذي هي ليس لها سوى مري يو قف يا خلت كيتوب يا أي سمستي إن سلا سوى مالي يا أدوني سيدرس وناج يو محاكو إلى هذا يتصاحب تنمو يو إن وحبا لحيريو سلا إن كيتوب يا هبيرات كي وأهين دل وحون قرشاه أي كشرته جامن تيسة واحد دونا يعني وإن لسكنا عشان مو يعني ده عقل يقرش يضرني ما كلام مدن لهين يكسب فيه سدوا ضبع إننا أهين ضد وحفهم كنا ضد حشورة ضد جراد ل ضد عقل جوه وشقيه إننا هم بكسب فيه أيهين ضد يعني سكنا قاعد سدوا حوله واحد أركاننا تشيله إلا يعلى إسكده عمر كوسو في إثيوبيا بوجه وهاش جيلة عنط يدو حدنا على رئيسة أي وادت كي قنينة يا مركز يا إسكده هذا قفوره كله فتنة عباد بالبلابي أفكي هذا أي وحكو عن إسكو عباد إسب هاي عمر كده على قفيري إن هذا يجي يوم هم ولا هذا يتفق فكتي مصبي حلوله الشيني iyo sida hadda maareeyta loo cabaadayo marka aad fiiriso de waa kaafi kale dheeri way yaani dhiranaanti iyo farxadii iyo dareenki iyo niyad wanaagii la muujinayo xilliga iyada
iyo sida hadda ay wax waliba uga fashilmeen ee albaabku garaacaba ugu sii adkaanayo waa wax maaragtay tulayaab la weeyo taasina waxay ka turjumaysaa dadnimada xumada waxa uu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud Ethiopia waligeed noolama imaanin buuri diblomaasiyad iyo wada hadal iyo arin in aan intaan isugu imaan anaga oo laba dala aan masalixda dalalka iyo daris wanaagayaga inaannu ka shaqeyno oo nabad ku wada noolaano oo wanaag ku wada noolaano oo aanu maxaan ku yiraahdaa iska kaashano horumarka iyo amniga iyo waxyaabaha maaragtay waxtarka u leh bulshada inaan iska kaashano Ethiopia waligeed noolama imaan Ethiopia qubqac iyo indha cadays iyo maxaan ku yiraahdaa qol sagaaro ku qabo iyo muqooni iyo gabgab iyo wax aan looba joogin ayun bay mar walba isku dayaa waana tan hadda ay wado madaxweynuhu taa waa ka ruu sheegay maalin uu ka dhiirana maanta oo uu ka run sheegsanaa ma arkin sidaa daraaddeed waxa uu yiri Ethiopia wanaag uma jeedo mana doonayso ayada waxa laynaysa iyada haddana cabaadaysa ayada eed sheeganaysa annaguna waxaan diyaar u nahay inaan dalkanaga difaacanno ayaduna waxay diyaar u tahay oo ay dhexda u xiratay inay dalkayaga boobto ilaahay baa markaa iska nabaday way jaamacow marka aad fiiriso erayadan uu isticmaalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tusaale ahaan oo kale marka uu leeyahay Ethiopia weligeed daris wanaag noolama imanin soma moodid oo tan hore in uu soo farfaarayo oo diblomaasiyadii laga tiriyay haa saacadan wixii ka bilowday jigjiga waa caasimadda labaad ee Soomaaliya warkaasan uga fadhinaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta kaliya Ethiopia ay fahmi karto inuu ku dhawaaqo haa oo la xoreynayo oo maxaan ku leeyahay Soomaaliya ay dalkeedii dib u soo ceshan weys sababtoo ah hadii intii yarayd ee ku soo hadhay lagaaga hadhi waayo adey gunnimo iyo xumaan ku tahay maalin walba inaad difaac ku jirto wari Ethiopia iyo Soomaaliya isma tabar dhaamaan waa laba dal oo fashilmay waa failed states weey labaduba gun isgarab degan weey gunta isgarab degana garasho ma laha waa inay gowda iska saaraan mar haddaan garasho jirin mar haddaan gubanimo jirin mar haddaan is-ixtiraam jirin mar haddaan bani aadanimo iyo is-tixgelin jirin waa in gowda la iska saaro maalin walba la isku duulo maalin walba dhiiggu daato maalin walba maxaan ku yiraahdaayto hawshu ay noqoto un daaftaa ka gal oo haada iyo waraabaha loo wara hilbaha dhalinyarada inta kaliya lagu kala caafimaadi karo ama lagu kala maaritaayto la isku fahmi karo ama lagu kala food qaadi karo waa intaa Ethiopia waxa uu soo baxday Soomaaliya maanta ay degan tahay koox jawaasiisa oo danaheeda fuliyana way haysataa oo wax walba oo ay doonayso ay ka helayso oo aan rag yacni wax iskaga filanahayn wax ay maaragtay to alla ka cabsi oo ku jiraana uusan jirin inta ay kuwa haysato Ethiopia lagama nabadgeliyo adyada iyo xumaanteeda adyada iyo xumaanteeda ma laga nabadgeliyo Soomaaliya garan Xasan Sheekh haduu nin yahay أنا واحد بدن كبرت هنا يا حسن شيخ حوا وحس قال أنت ليه وكير في عيني هلك لكن حق ما تكلم تد بدن بكير في عيني زمان تد بدن بكير في عيني ها حوا أنت يلا وحس قال أنت وعلى الله وجيسي ورد حسن شيخ لكن ده نبكيسه وحوي هاي ما أها وداني ما أها دمير يدرين سومالي كم تشرو لكن وجيس حق قاعد عصب بكتير طبعا قاعد عضو يعني لقاب سن قف أنت هذي كشوار دبعت الدنيا عضو جيسي نبلاس hadduu ku darsan lahaa hadduu ku maxamed difaaciye hadduu ku darsan lahaa baan ku yiri xogaa dareen Soomaalinimada wadaniyad baa lagama rabo qof xogaa diiqadoonaya oo markii lagu ilaabarrodo yaani maartay geesinimada iyo ka hortaga iyo ku dhaca hadalada qaarkood uu leeyahay hadduu iyo dareen damiir Soomaaliyeed ku darsan lahaa talabatan ma ahaateen kuwan hadduu kala didinayo أحمد مدوبي يا لفت جرين يو بوا حاسو دونغا هادو اسكو دا حسين سوما أحمد مدوبي جمهورية بمباشا كاكا دا واقعيا كسماي اللي دا يا كسماي يو جمهورية دا برونا يا مطغان برونا يا دا نمحايا يا بقرتو يا دا برونا يا بقرتو يا دا كسماي هادو كدا واقعيا وانو مالاي برونا يا دا وامال مغاية كريا ودا يحدو الشيئة اي دا يحاس بطو كود حيالا جسيرت بليها اي سوما قرم waa nin waxa xukumi jiray ninkii samaystay waxa xukumi jiray haye oo dhigay jiray maxaa boqor xasan wax noocaas ah la dhigay jiray haye Soomaaliga
ninkii sameeyay markii dad xogaa waxa ugu dhaqan dhowr kun oo qof ah waa jasiirada dunida ugu qanisan halkaas ay ku taala dhagaxa meel looga ma dego deksmaya jasiiradii Brunei kala u noqotay xamdu ilaahay baa u barakeey halkaas iska fadhiya maal walba wuxuu rabu leeyahay maada soo ma inuu axmed waxan sameeyo oo sida uu doono isagu uu sameeyo waa xasan sheekh laga arkay sababtoo isaga markii hore wuxuu doono sameeyay axmed madobe xasan sheekh oo joogin soo ma joogin ha waagi hore xasan sheekh oo joogin joogin haddana uu sagootin doona insha Allah ta'ala oka yaa xasan shakhsiyaa uga arkay markii wuxuu uga arkay isaga sharci darro ku dhaqaaqay oka axmed madobe yaani ruuga baalka leh waa ka nasiib badan yahay قال حاس سو لو كعسن يحي اندها بلا ساري كده الهي فرماج كو بتبا كو فرماج الهي كو بتبادي ما انت حسن شيخ الهي كو بتبادي ريا سببته حسن شيخ واحد لقى ما رغتاه تو لا اقبلك رهبك او دقم هيو ما اها قف قصو سومالي حسن دوره حق احمد مدوبو عرريا تاسا مركا يانا جانيسو اه ديتا اينا جيرينا طلبوين فرمانت او حسن قاده احمد قاده ما قاده لكن هذا waxa lagu sabcinayaa wax dhaamaan bal aragba balaay madow oo kale oo wax ay dhaafayso ayna jirin diir ma taqaanaadi diir taha waa diir ba kasoo socota xamar qof bari aadan oo wuxuu ka xishoonayo iyo wuxuu tixgelinayo iyo wax uu ixtiraamayo yaani dadka dhintay ee iska ka difaaci kara ama ugu yaraan oo hintooda dadka la wadaagi kara inaad dhibaateyso waa wax iska caadi ah waa wax bani aadanka waa sunnatul hayaa bay qiyi ahay laakiin bani aadankii dhintay ee dalkan wixii ay u soo qaban kareen dib iyo dheef ba la dhintay ninka xabaalaha kaga dubatay Soomaa taariikhda meel ay ka dhacday baa isii taa ka soo laabanay haa mowduucaynaa aanu soo noqono maanta halka ay marayso in madaxweynaha Soomaaliya kaliya ay u dhimanayd inuu dagaal ku dhawaaqo oo uusan tabar u haynin weeyaan ma tabar uu hayaa waliga iyo waaqa وليا يا واقع وحوى هوس هاي صدقين. مصماري أي توبي ما توير. ها ولي بقى أدي سبب قبسنا هنا. أشاف حكينا كصمارينا. أدي سبب هو سراعينا. أدي سبب هو أي. أدي سبب هو يلا در. أشاف هو يلا در رح يعني. إنه وأنا صدم بيني. إنه وأنا صدم بيني. حاجة هالجود الدولة. توبي يا يو سوى تصوما. منو هو صعنا؟ يلا هو صعطة ي ي يكو يو صعنا. ماشى ماشى هدي ليس دولة. صومالي توبي بس دولة هي. شباب وحلي يا هذي يا خوارج يا فرقة كلا يا واحد اسمه شيران. way hey aynu iswada raacnaa intee nala di sababa aadi ciidamada Itoobiya ku jira gudaha Soomaaliya koona waa maalin weey hey koona waa maal saacad ma qaadanayaan yaa loo diin doona koon ribadiyaha ya ka arusanay qoriya waxaan dad iska eli kara hey waxaan meesha magac bay ku joogan oo adduunka ixtiraam iyo aragti iyo xiyaalo lagu kala duwan yahay haday noqoto in la isdilo oo ay gaado heer isdil gaado waxa weeye لازم تشوفني برتالس كاسلايا. إيسا عدد شيء حتى دقيقة ما غادانا يا. ما قالوا والبا شن بقول أما كم بقول شوكت السماء. طبعا كم بقول يا عيسى بقول أنت سد ماني بلا يا 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 برتالس كاسلايا. ما غادانا يا هل ساعة ما غادانا يا. تكون وجوه بيسين. محمد ما وحمد لازم أشين يكون شو الحوك هذا. مرة وين هذا السؤال ما ماشان دي مارك فيري الدول كان عقليات يهدي شقين ويدو فرسامة هدي شقين ويدو أو واحد كليه اللي سلفه ما دلك أول نقضة نول بحنيه سفورة يا صومالي عد وقع أذك وقع أتكيس بدن وقع جيس سن جوبا هالدجال كنا مترتو هل جوبا الله يسكوه له أو أي تو بيقول كقاعد مترتو ولا بكون وا وسين نقيل ويبه كون وا عم بولا عرب سارم وي واحد ميله شجودن إلا الدجال كصومالي واحد شجودن وعم بولا عرب سارم وي وما بقى هبا يعني ما ما بقدر حتى ما قادنا يا military Ethiopia dhisna awood lahay wax walba yaan loo joojin jirna macdalaahi kuwa hadda maxaan ku yahay inta training ka soo baxay waa ciyaar school wey iska socdo kala hadda ma qaadi karaan kuwan marka yaani dawlad ku dhacle oo ku dhireeshale eeg war haddii dhimanaysa dhareerka wal iska duwa makarafoonka inaad dacalka hayso abi axmed waa nin guul ku jooga maanta waa nin soo doona wax hadli kara waa nin haduu raba caytami kara waa nin haduu raba faantami kara waa nin baqbaqleyn kara waa nin boodboodi kara wey wuxuu rabu samayn kara farta doono qori kara maanta sababtoo ah dalkaagii buu kugu haystaa qayb dalkaagii kamida ayuu kugu haystaa oo kuwa aan bini aadanimo iyo dadnimo iyo dowladnimo iyo insaannimo iyo soomaalinimo aan waxba ka aqoonina wuu haystaa oo codkiisa ku hadla oo makarafoonada ka ooyay iyaguna way fahantaan maraynaya ninkaasi marka adaa laga rabaa in dhar run ah inaad
إن لو حال يروحون بكو الميان توبي سومالي فريق سلمك قفيان حقيقه ده أوضل تقام ولا استلية ده ميل كرة تقام ولا استلية ده وقوي قلب تقام ولا استلية سومالي مرمهن ولا راح أي وضان هاشتاج بوضان بربرة توبي واحد هذا هاشتاج بربرة توبي أمبوت هاشتاج واحد هذا وضان وكا ما هاشتاج بعد كده وقعدنا ها ده كوا ما يروح هاشتاج سمين بقاته وكا مصبي مركي لوير محمود تركي قلنا وسكودي هاوش أنا بضع دلنا صاحب اللي هي حاجة كلا الله صعدها. يتوه بيسك أنا كمان فشلني. وحكوف فشلي استي كان نقطة اللي روحي أض موسى كله شيء سين. يتوه بيا ذا الباب والبكرة عيسى. أيا ذا باهن. أيا ذا عباد عيسى. أيا ذا عيسى وسيدي محمد دبيره وعيسى. أيا ذا هدنا فانا عيسى أو بخ بخله. سمع الكلام. داير بيعوا اللامبو هايستا. سمع الكلام. توبيه waxa ay ka haysto horjoogayaasha maamulka Hargeysa iyo isku halaynaysa Soomaaliyeena inay burbursan tahay oo maxaan ku leeyahay lafta gareen iyo Axmed Madobe iyo Qorqor iyo Xasan inay isku dhici doonaan iyo aaminsan tahay waana isku dhaceenba chance bay u helayba waa bawdka ka qaado banaanka qaado weey hadii marka Xasan tu waxaan oo dhanba iska daayo shabaab baan la meereysanaya shabaab bula diraya Xasan Sheekh cidna lama dirayo lacag buu la dirayaa waan in qaar raadinayo baabuurta maxaa weeye shidaalka baabuurtu gadanaya madaxweynaha u gafeenay kuma gafeeyo wallahi ma gafeeyo waa xaqiiqo ma la leeyahay baabuurti ma garanaysaa la marinayo meesha maxay ahay october kuma gafeeyo shidaalka wada goosteen xaqiiqo goosteen magaalada dhexda kaamaradaha maasa wariyashi sayna kaamaradaha ugu qabanay yaa la dhordhay qof kasto la isugu duwaya saddex gaari baa yaa ka yaa goosatay shidaalka goosatay armay ciladooyin maadaama san hawl galay sabab uu ciladooyin karaan ba gaari October lagu marayo oo intaas loo sii diyaar garoobay oo wax walba hadba gaari meel kale ma shidaal taa Soomaaliya shidaal ma ka shidaal ka xad iyo kala gadare war markay cambuulada ciidanka u dhacay ciao ciao dowladda Soomaaliya malaayiin doolar maamulaysa gaari shidaal uma waayine ayaga la weydiin hadii gaarigan shidaalka sababtu u goostay iyaga la weydiinaya haduu mas'uuliyad xumo iyo maamul xumo u goostay yaa ka sii inkaaran shidaalka baa laga shubtay leeyahay waa laga xaday baa la dhigi kara marka sumug laakiin meeshan nidaam dowli kuma jiro meeshan dad baan gada wata iyo maxaan ku ilaahday to jiingado oo waxay dhaafayaan inay jirino deerata ah yaa meesha joogta saasoo tahay hadii lagu hoggaaminayo difaaca dalka haduu xasadadku ku hoggaaminayo samcan wadaacan waa taageerayna wax waxday waxba naga ma gelin ilaahay baa kula xisaabtami doona laakiin waxaan uga fadhinaa war dalka difaacaysa war hadii maanta la wiyacdo iyo saylac la qaato berbera ku xigta Soomaalan garan laas qoray iyo waxa ku xiga maxaan ku ilaahday to boosaaso way faataan malaynaya ayliya garacad baa ku xiga hubiyo iyo waxa ku xiga meesha ilaahay xara dheere xamar baa la isugu imaan muhiimaddu marka waxay tahay dalkan af Soomaali luguma difaaci kara dal af Soomaali khalee ah cusub u baahan yahay wuxuu u baahan yahay farsamo u baahan yahay waa in awdal ciidan laga dejiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa in laga dejiyo la geeyo Soomaalan garan waa in maxaan ku yiraahdaa tala abaabulo shacabka reer awdal waa in qeyladaan iyo waawaray lagu dhex tuuro iyo maxaan ku yiraahdaa ay to ka kacay waa in umadan dagaal loo jeheeyo Itoobiya dagaal bay rabtaa marka waa in dumarka iyo caruurta dagaalka la geliyo waa in rag ma haysanay dumarka iyo caruurta kuwa uu inkaaran way waagi asanaadi maxaa lagu la diray jiray Mareykanka 40 dowladooda soo duushay 30 iyo intaas dowladooda soo duushay dumar iyo caruur baa difaacay dalkan dad kale ha difaacan kara sidii Hadi Abdullah Xasan gabayso kuma una dhihin maxaan ku yiraahdaa dumarka iyo caruurta walla idin doorsaday ku yiin dunida idin ka raaceen difaaca dalkiina dabkana shida ayaa dawadiina weeye ku yi walba idin difaac ilaaha dunida idin ka doorteena idinku war ma qaato shacabka ayaa wax difaaca dalkan dad baale militarigu male dalka
شعبك قيب كيهاي أمدو قيب كيهاي هي ده الدولة جهودن شعب كنا إسكاله شعب كان لو إن لكن وحير بين هجان هركعة حسن شيخ تو ما رئيس إسكدة يقلب ميل مكرفون كقادة شرع شباب يوحن وكم ما رئيسنا يو ما له ذي إسكتش هجان شباب دل مقعدنا يان دل مكة الجوين يا شباب سؤال دل كان دبعت له وبدن وإن لكل الجويو وين لقى هرتقو كوح ذكر شقين يسكر الجوين تدلكو وكو أقدران خيانة قرن كتيرة وكو أي تحسيله أقدر أقول له لما عامله كو أي واحد كستوي دبده كو تانا وإن قام بر الله قال هرتقو ما هو دوا سلا موسى وإن وارن لو شرو ليه هذا الله سوقفته ولا واحد يسكر هذي يا موكتي واحد حني الله يسكر بارا وارن عدين تمح كم دوا شرت ليه هذا الله سوقفته إيمان هي ذهب إيمان دب دم بالله معك الموسى بناك سعداء وين جاوا هذا الله سطع دل الله ليه دلك أوتوا مع إثيوبيا بحاليلا ما أنت بول ب يكتر سين سوما سو كينا مقدشة كينا يعني وأود ندم دولي أود دولي هلا استعمارها ما الله ليه ماشوا توه هلا سوق التهديل هذا وفجيت في ليه بحاليلا وقام يبحث سدوي الباب كم وصل دقيقين way adoo ma soo taa jawaab galad intaas ayaan ku soo gabagabeynayna qodobkeena inta aan ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh